يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة وقوية غدا أمام النجم الساحلي التونسي في مستهل مشواره بدوري أبطال إفريقيا ضمن المجموعة الثانية التي تضم الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. سبق وأن التقى الأهلي مع النجم في 14 مناسبة، حقق الأهلي الفوز 4 مرات وخسر 3 مرات، فيما حسم التعادل السلبي 6 مباريات والإيجابي مباراة واحدة. في موسم 2003-2004 التقى المارد الأحمر مع النجم بدور المجموعات لدوري أبطال العرب، وسيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراتي الذهاب والعودة. ثم لعب الأهلي أمام الفريق التونسي في موسم 2004-2005 في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين، ونجح الأهلي في تحقيق التعادل السلبي ذهابا خارج الديار قبل أن يفوز في العودة بثلاثية محمد أبو تريكة، أسامة حسني، محمد بركات ليحصد اللقب. واجه الأهلي النجم الساحلي في كأس السوبر الإفريقي أكتوبر 2007، وأقيمت المباراة في إثيوبيا. انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وحسم الأهلي اللقب لصالحه بعد فوزه بركلات الترجيح 5-4. تكرر النهائي بين الأهلي والنجم بعد 2 فقط في دوري أبطال إفريقيا، وأثار النجم لنفسه في تلكم النسخة بعدما تعادل ذهابا على أرضه سلبا، ليقر الأهلي ب3 أهداف مقابل هدف إيابا في مصر، وليتوج بلقب البطولة. المواجهة 8 والـ9 جاءتا في دور المجموعات بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية موسم 2014-2015، حسم التعادل بهدف لمثله مباراة السوسة، بينما سيطر التعادل السلبي على مباراة العودة في ملعب السويس. في موسم 2015-2016 جمعت مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي بين الفريقين مجددا في دور المجموعات، نجح الأهلي في حسم المباراة الأولى لصالحه بهدف وليد سليمان، فيما فاز النجم الساحلي في مباراة العودة بسوسة بنفس النتيجة. أخيرا لعب الأهلي مع النجم بذهاب الدور النصف النهائي لدوري الأبطال موسم 2017-2018، فاز النجم الساحلي بسوسة بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة الإياب حقق الأهلي فوزا كبيرا وعريضا بنتيجة 6 أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب.